وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على أول هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان، وتوقف من الكلام على قوله: واليوم الآخر، أي وتؤمن باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، فهو آخر الأيام، فيسمى اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، ويسمى يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل، ولأنه يقام فيه الأشهاد، ولأن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل. فسمي يوم القيامة لهذه الأمور الثلاثة: أولاً، أن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وثانياً، أنه يقام فيه العدل، وهو القسط: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا قيام الأشهاد. وثالثاً، أنه يقام فيه القسط وهو العدل، فلهذا سمي يوم القيامة. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قيل: من مات فقد قامت قيامته. فيدخل في ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بسؤال الملكين اللذين يسألان الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وكذلك أيضا ما سبق الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وذلك أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها ونعيمها حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. قال: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب إذا سئل يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيسمعها من يليه سوى الثقلين، ويفتح له والعياذ بالله باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها حتى يقول: ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. وهذا يدل على
إثبات نعيم القبر وعذابه. ومما يدل عليه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي لفظ لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. تأمل في هذا الحديث أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، كبير الأولى غير كبير الثانية، فقوله إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي وما يعذبان في أمر شاق عليهما، لأن التنزه من البول وترك النميمة أمر يسير. بلى إنه كبير يعني إن هذا العذاب وهذه العقوبة كبيرة، فهذا يدل على أن عدم التنزه من البول وذلك بالاستنجاء أو الاستجمار أنه سبب من أسباب عذاب النار. ويدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت من البعث والنشور والحساب، وأن الله تعالى يحاسب الخلائق عن كل صغيرة وكبيرة. فأما المؤمن فيكون حسابه يسيرا، فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ولا يستطيع أن ينكر، لأن هناك شهودا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيقرره الله عز وجل بذنوبه فيقر ولا يستطيع أن ينكر، فيقول الله عز وجل تفضلا منه ومنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والعياذ بالله فينادون على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. إذن كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت إلى استقرار الناس إما في جنة وإما في نار فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقدر خيره وشره، وإنما أعاد العامل هنا ولم يقل كالذي قبله والقدر خيره وشره لعظم أمر القضاء والقدر، فلهذا قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، وذلك بما يحصل من إيجاد أو إعدام أو تبديل أو تغيير، فهذا هو الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن جميع ما في هذا الكون من موجودات ومعدومات وجمادات وغيرها أنها مخلوقة لله عز وجل، وأنها كائنة بقدرته ومشيئته وعلمه. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأمور أربعة، وإن شئت فقل بمراتب أربع. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن تؤمن أن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، فهو سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون، فلا يعزب عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض. ثانيا أن تؤمن أن الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فكل شيء قد قدره الله عز وجل قد كتبه، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ولذلك لما خلق الله عز وجل القلم قال له سبحانه وتعالى أكتب، قال ربي وما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم
بما هو كائن إلى يوم القيامة. فما من شيء يحدث في هذه الدنيا من صغير أو كبير إلا وهو مكتوب عند الله عز وجل. والكتابة أنواع: أولاً ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ حين خلق القلم، فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأما التبديل والتغيير فإنما يكون فيما في الصحف التي في أيدي الملائكة. هذا النوع الأول من الكتابة، ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. النوع الثاني من الكتابة الكتابة العمرية، وذلك أن الله عز وجل إذا تم الجنين، إذا تم للجنين 4 أشهر بعث إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. الجنين في بطن أمه يتقلب، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، وهذه المضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد ذلك إذا تم له 120 يوما أتى إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. إذن كل شيء مقدر مكتوب، هذه الكتابة هي الكتابة العمرية. النوع الثالث من الكتابة الكتابة الحولية، وهي التي تكون في ليلة القدر. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه 3 أنواع. النوع الرابع من الكتابة الكتابة اليومية، وقد استنبطها بعض العلماء من قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. فصار الآن الكتابة 4 أنواع: كتاب ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، وثانيا الكتابة العمرية، وثالثا الكتابة الحولية، ورابعا الكتابة اليومية. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة، أن تؤمن أن كل ما في هذا الكون فإنه كائن بمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن يجب أن تؤمن، بل هو من الإيمان بالقدر، أن كل ما في هذا الكون فإن الله عز وجل قد شاءه، سواء كان ذلك من إيجاد أو إعدام أو إبدال أو تغيير، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، أن تؤمن بأن جميع ما في هذا الكون مخلوق لله عز وجل، الله خالق كل شيء، وقال عز وجل: وخلق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. هذه 4 مراتب للإيمان بالقدر، أعيدها: المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. وقد جمعت هذه المراتب في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم هذا الأول، كتابة مولانا هذا الثاني، مشيئته هذا الثالث، وخلقه هذا الرابع، وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر
من كما تقدم هو أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإيمان، وهو أعظمها. ولهذا حصل الاختلاف فيه بين المنتسبين إلى القبلة، لأن العقول تحار في ما يتعلق بقدر الله عز وجل. ولكن يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله تعالى قد قدر مقادير كل شيء وشاء كل شيء وأعطى العبد مشيئة، ولكن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله عز وجل. فالعبد في أفعاله وفي تصرفاته يفعل ما شاء، لكنها ليست مستقلة بل هي تابعة لما شاء الله. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويجب على المؤمن أيضا أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فما قدر الله تعالى عليك أن يصيبك لا أحد يستطيع أن يرفعه عنك، وما قدر الله تعالى عليك أن لا تصاب به فلا أحد يستطيع أن يصيبك به. فإذا قدر الله عز وجل أن تصاب بمرض لا أحد يستطيع أن يرفع هذا المرض عنك مهما كان، لو اجتمع أطباء الدنيا كلهم على أن تبرأ من هذا المرض وأن تشفى من هذا المرض لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا قدر الله عز وجل لك ألا تصاب بأذى من مرض أو احتراق أو غيره أو حادث، فإنه لا أحد يستطيع أن يصيبك بذلك حتى لو اجتمع الخلق كلهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا ما يتعلق بالقضاء والقدر. نعم، كمل الحديث. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، قال: فأخبرني عن الإحسان، وهذه هي المرتبة الثالثة، لأنه سأله عن الإسلام والإيمان، والثالث الإحسان. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى من مراتب الإحسان، وهي أعظمها، وهي مرتبة الطلب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه المرتبة الثانية، وهي مرتبة الهرب. فالإحسان له مرتبتان: المرتبة الأولى مرتبة الطلب، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه المرتبة تستلزم أن تعبد الله تعالى عبادة محبة وشوق. والمرتبة الثانية مرتبة الهرب تقتضي أن تعبد الله تعالى، أن تعبده سبحانه وتعالى عبادة خوف وهرب. ولا ريب أن المرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية، لأن الذي يعبد الله عز وجل بالمحبة والشوق يجد في نفسه من كمال التلذذ والتعبد ما لا يجده من يتعبد لله عز وجل بالهرب أو بمرتبة الهرب. هذا هو الإحسان. إذن أعبد الله عز وجل كأنك تراه، كأنه أمامك، تراه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، ويعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى. نعم. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة في اللغة العربية هي القطعة من الزمن،
الساعة هي القطعة من الزمن، وليس المراد الساعة التي هي 60 دقيقة، لأن الساعة التي هي 60 دقيقة إنما ظهرت في العصور المتأخرة. لكن إذا قيل ساعة فالساعة هي في الأصل القطعة من الزمن، والمراد بها هنا ساعة القيامة، والساعة لا يعلمها إلا الله. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن المراد بالساعة هنا ساعة القيامة، وهي ساعة البعث. لما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الساعة، يعني متى تكون الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي إن كنت تجهلها فأنا أجهلها أيضا. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. وهذا من حكمة الله عز وجل، الله تعالى أخفى علم الساعة عن العباد، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، ولكنه بحكمته سبحانه وتعالى جعل لها أمارات وعلامات تدل على قربها. وهذه الأمارات للساعة على أقسام 3، فأشراط الساعة 3 أقسام. القسم الأول ما مضى وانقضى، أشراط مضت وانقضت، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته من علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وكذلك أيضا ما حصل من القتال بين الصحابة في صفين ووقعة الجمل وغيرها. القسم الثاني من أشراط الساعة ما ظهر ولا يزال في ازدياد، ما ظهر من عماراتها ولا يزال في ازدياد، ككثرة الهرج القتل والفتن وقلة العلم وظهور الجهل، فهذا ظهر. وكذلك أيضا كثرة الفواحش، هذه العلامات ظهرت ولا تزال في ازدياد حتى تأتي الأشراط الجسام والعلامات العظام التي هي القسم الثالث، الأشراط التي تدل على قرب الساعة، ومنها ظهور يأجوج ومأجوج وظهور المهدي ونزول المسيح عيسى بن مريم وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك من الأشراط التي تدل على قرب الساعة. فيجب علينا أن نؤمن بهذه الأمور. إذن أشراط الساعة 3 أقسام: ما ظهر وانقضى ومضى، وثانيا ما ظهر ولا يزال في ازدياد، القسم الثالث الأشراط العظام والعلامات الجسام. نعم. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طيب، قال: أن تلد الأمة ربتها، والمعنى أن تلد الأمة المملوكة من يكون سيدا وملكا، وهذا خلاف المعهود، لأن المعهود أن يكون الملوك أبناء من الحرائر وليسوا من المملوكات. فمن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا وملكا وسلطانا. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أن ترى الحفاة الذين ليس لهم نعل، العراة الذين ليس لهم ما يكسو أبدانهم من الملابس، العالة الفقراء، رعاء الشاة يعني الذين يسكنون البادية، يتطاولون في البنيان. والتطاول في البنيان نوعان: تطاول حسي وتطاول معنوي. فالتطاول الحسي وذلك ببناء البنايات الشاهقة،
التي تسمى مثل في وقتنا الحاضر الناطحات السحاب ونحوها، والمعنوي هو زخرفتها والعناية بما يتعلق بها من تزويقها وتزيينها وغير ذلك. نعم. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. طيب، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لبث مليا يعني قليلا، ثم قال: أتدري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقوله الله ورسوله أعلم، هذه الكلمة إما أن تقال خبرا عن أمر شرعي أو خبرا عن أمر كوني. فإذا قيلت عن أمر شرعي فلا حرج، وأما عن أمر كوني فلا يجوز. فلو قلت لك مثلا: هل سينزل المطر؟ تقول: الله أعلم. لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأما إذا كان ذلك في الأمور الشرعية، تقول مثلا: ما حكم من أدى العمرة ونسي نسي شوطا في الطواف؟ يجوز تقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا حكم شرعي. إذن قول الله ورسوله أعلم إن كان في الأمور الشرعية فلا بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع من قبل الله عز وجل. وأما في الأمور الكونية القدرية فإن ذلك لا يجوز، لأن الأمور القدرية الكونية لا يعلمها إلا الله. الحديث الثالث: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث تقدم الكلام على شيء من معناه في سؤال جبريل عليه السلام للرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فقال: أخبرني عن الإسلام. هنا يقول: بني الإسلام على خمس. بني أي أسس، فالإسلام له أسس وقواعد، هذه الأسس والقواعد هي أركانه الخمسة. أولاً: شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى الشهادة هي الإقرار بالقلب والنطق باللسان بأنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن تقر بقلبك ناطقا بلسانك أن لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل. ولهذا معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وليس المراد معناها لا معبود إلا الله، لأن يوجد معبودات تعبد من دون الله. الكفار قريش كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فلا يصح أن نقول لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، لأنه يوجد هناك معبودات تعبد من دون الله، ولكن نقول لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو ملائكة أو صالحين أو أنبياء أو نحوها كلها باطلة، فكل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو باطل.
ثانيا شهادة أن محمد رسول الله، أيضا تشهد تقر بقلبك وتنطق بلسانك أن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول الله عز وجل، هو عبد الله ورسوله. ولهذا في التشهد نقول وأشهد أن محمدا إيش عبده ورسوله. إذا قال قائل لماذا لا يقال وأشهد أن محمدا رسوله وعبده، فلماذا قدم وصف العبودية على وصف الرسالة؟ فالجواب أن وصف العبودية قدم على وصف الرسالة لأمرين. الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا كان عبدا. وثانيا أنه بتحقيقه للعبودية ولكمال العبودية صار رسولا، اصطفاه الله عز وجل وصار رسولا. ولذلك أعظم وصف يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل إنسان، أعظم وصف أن تكون عبدا لله، أعظم وصف لك أن تكون عبدا لله. ولهذا نجد أن الله تعالى يصف رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية لا بوصف الرسالة في أعلى المقامات، في مقام إنزال القرآن عليه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولم يقل على رسوله، في مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدفاع عنه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. إذن أعظم وصف يوصف به الإنسان أن يكون عبدا لله. ولهذا الشاعر يقول مخاطبا معشوقته، رجل يخاطب معشوقته ويقول لا تدعني، يقول لشخص لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، يقول لا تقل لي يا فلان، قل يا عبد فلانة، أشرف أسمائي أن أكون عبدا لفلانة، وهذا والعياذ بالله ضلال. فأشرف وصف الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. إذن هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وهذه الشهادة تتضمن إثبات توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتتضمن أيضا نبذ الشرك وتركه، فالشرك مضاد لما يجب لله عز وجل من الإخلاص. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كالدعاء الذي يأتي إلى صاحب القبر أو من يدعي أنه ولي ويدعوه ويرجوه ويستغيث به من دون الله، أو ينذر له من دون الله، أو يستعين به من دون الله، كل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. إذن ضابط الشرك الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح الذي يذبحون القرابين عند أهل القبور أو من يسمونهم أولياء، كل هذا من الشرك. الثاني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر قيل في حده إنه كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، فكل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك وقال هذا شرك إلا أنه لا يخرج من الملة فهذا شرك أصغر. وقيل إن الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، فكل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الفرق بينهما أولا أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. وثانيا
أن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، وأما الشرك الأصغر فجمهور العلماء على أنه يغفر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك الأكبر مخرج من الملة، وأما الأصغر فلا يخرج. وثانيا، من مات وهو مشرك شركا أكبر فإنه مخلد في نار جهنم، وأما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته. ما مثال الشرك الأصغر؟ من أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله، وهذا مع الأسف منتشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تحلف به وتقول: والنبي لأفعلن كذا، أو تحلف بحياتك: وحياتك لأفعلن كذا، وحياتي لأفعلن كذا. كل هذا من الأمور المحرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. فالواجب على المسلم ألا يحلف إلا بالله عز وجل، ألا يحلف إلا بالله عز وجل. أيضا يسير الرياء، الرياء اليسير هذا من الشرك الأصغر، فالذي يرائي رياء يسيرا هذا من الشرك الأصغر. الشرك الأكبر والعياذ بالله له خصائص، من خصائصه أولا أنه مخرج من الملة، وثانيا أن صاحبه مخلد في نار جهنم. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثالثا أنه محبط للأعمال. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. ورابعا من خصائص الشرك الأكبر أنه لا يغفره الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك، ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خافوا على أنفسهم من الشرك. واجنبني، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه من الشرك، فكيف بمن دونه؟ فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.